لا اي عريس في مصر. استعجلت يا غريب، كان لازم برضه نسأل سي عبد البديع، جايز ما يوافقش. ما يوافقش ليه وهو ماله؟ ده شويه دعوات احنا لا مؤاخذه عاملينها لمحاسبنا وجيراننا وحبايبنا في الحاره. وعلى فكره انا عملت حسابه في دعوه هو كمان، عشان لو حب يعزم حد من حبايبه. برضه انا خاف يزعل. تخافي من ايه واحنا هنططيله من اولها؟ الحكايه لازم تبقى راس براس، ولا كده هنروح في الرجليه. جرى ايه يا غريب؟ مالك بتتكلم كده ليه يا اخويا زي ما نكون داخلين حرب؟ حرب ايه وانا راسم سنجة ولا ميت نار على الدعوة؟ انا عملت بالاصول، ولا انت كنت عايزة يعني تتجوزي قدامي ولا على راسنا بطحة عشان نحسس عليها؟ خلاص بقى اللي تشوفه يا اخويا. حلو قوي بقى اللي تشوفه، ومنزل بقى اللي اخوك حبيبك يشوفه. فكرت في المشروع اللي قلتلك عليه؟ تاني يا غريب؟ تاني ايه؟ اوعى تقولي لي ان انت هتقفل اخوكي في السبوبه دي. بص يا غريب، انا هريحك، فكر في مشروع تاني بعيد عن جنينه الفيلا دي خالص، وانا هشوف لو لقيته يستاهل هقف معاك فيه، بس على شرط الموضوع ده يبقى بيني وبينك سر محدش يعرف بيه. سر ايه؟ لا مؤاخذه، هي وقفتك جنبي دي مش هتبقى من حر مالك ولا ايه؟ اسمع بقى يا غريب، لو كنت عايزني اساعدك يبقى لازم تسمع الكلام، يا كده يا ماليش دعوه بمشاريعك وكفايه عليك اللي عندك. طب وعلى ايه يا ستي؟ ربنا يهني سعيد بسعيده. قضي انت شهر العسل بتاعك، ولما ترجعي هتلاقيني جاهز بكل الافكار. ايه يا حبيبتي؟ لا لا انا لسه واصل حالا، انا بس قلت اكلمك اطمنك عليا. الحمد لله على السلام. ينفع اشوفك؟ ليه؟ خير؟ في حاجه؟ في موضوع مهم لازم نتكلم فيه سوا. لا ما ينفعش في التليفون. طيب انا هوصل بس الاستاذ نبيل لغايه بيته واعدي عليك. بوده انا هستناك. ها؟ مع السلامه. مع السلامه. ايه مالك؟ ابدا، مرهق شويه من المشوار، شايل هم اللي جاي. ما تشيلش هم، خليها على الله. انا كنت فاكرك زعلان من اللي حصل في سوريا. ده قدر، حد يعاند القدر، اللي عند القدر ده يبقى كانه بيخبط دماغه في الحيط. وانا مش غايب يا نبيل. يعني انت مش زعلان بجد؟ والله العظيم انا زعلان. انت هتزعلني بالعافيه على الاقل عشان ترتاح. يلا على عال ادخل. ايه الاخبار؟ وصلتوا الحل؟ مالك داخل علينا حمي كده ليه يا سعالي؟ انا سايبكم تفكروا من الصبح والموضوع مستعجل. ايوه يا ابني، ما هو برضه 600 الف جنيه مره واحده مش قليل. خلاص يبقى كده بغيرها بقى. جرايه عالي، كلامك ده عطا. مش في كل حاجه يا جوزكالتي، في حاجات اذا ما اتاخدتش على الحامي كده بتطير، وانا بصراحه مش عايز فرصه زي دي تطير من ايدي. يعني انت يا ابني مال ايدك بالموضوع ده كويس؟ جرايه جوزكالتي، هو الموضوع هزار، ده بيزنس، وبيزنس ما بيجيش كل يوم كمان. ايه بتبص لي ليه؟ مش اتفقت انا وانت ان انا اسيب لك الشيله وانت اللي تقرر؟ بركه الله. عايز الفلوس دي امتى؟ امبارح لو تقدر. خلاص بكره الصبح نروح على البنك ونسحب الفلوس ونتكل على بركه الله. على خيره الله، وانا جاهز لاي ضمانات تطلبها. ايه يا دول؟ انت قلقتيني. مش تاخد نفسك الاول؟ هو انت جايباني متصربع لغايه هنا عشان اخد نفسي؟ انت عارف ان جوازنا بعد بكره. وايه الجديد في ده؟ الجديد ان في حاجه مهمه جدا انت ما نفذتهاش، مع ان انت اللي اقترحتها. يا سلام عليك، انت تتمنى تيجي على اخر لحظه يا عبد البديع باشا؟ من العشاء يا الفونسو، دوله هانم خطيبتي. اهلا يا هانم، الف مبروك مقدما. شكرا. ميرسي. اتفضل. الله يبارك فيك. ورينا حاجاتك الحلوه بقى. حاجات الحلوه موجوده دايما، مع انك فاجئتني يا عبد البديع باشا. ايه رايك بقى ان انا جاي من المطار عليك على طول؟ الفرحه ما تاخرش يا الفونسو. ان شاء الله دايما. لحظه واحده اجيب لك تشكيله. يعني ايه بقى ان شاء الله دايما؟ يعني ايه ان شاء الله دايما؟ ما انا دايما باجي له هنا عشان منى بنتي، يعني سواء في نجاحتها او اعياد ميلادها. يعني مش المدام؟ يعني هو انا بجيب حاجه للمدام هنا، كنت جبتك هنا برضه. يا دولة. ايه احدث تشكيله لسه جايه من ايطاليا وبلجيكا، نقي منهم يا هانم اللي يعجبك. يجنن. ايه رايك بوده؟ يجنن يا حبيبتي، وفي رأي بعد رأيك. خد راحتك، نقي اللي انت عايزاه، وخد وقتك على الآخر، مش هيقفل، ده المحل محلنا. طبعا احنا في الخدمة دايما. يلا بقى يا حبيبتي، تصبح على خير. انت مش هتقعد معايا شوية؟ لا اقعد ايه، ده انا يا دوب هروح استريح، الوقت كمان اتأخر علي. شكرا ميرسي بودة. على ايه يا روحي؟ انت متصورة ان انا ممكن اسيبك تنامي وانت زعلانة ولا ناقصك حاجة؟ شكرا ميرسي. يلا تصبح على خير بودة. ايوه على
هشوفك امتى؟ اكيد هنتقابل قبل الفرح. انت ليش؟ انا حجزت ومقدر كل حاجه، اعمل لك فرح ما حصلش. ربنا يتمم على خير. الو، نمتي؟ مين؟ انا عبد البديع الارندلي. وصلت بالسلامه؟ وقلت اطمنك عليا، لا تكون قلقان عليا ولا حاجه. الحمد لله على السلامه. شكلي كده قلقتك ولا ايه؟ لا ابدا. طيب مش عايزه حاجه من مصر؟ ميرسي، متشكره قوي. طب تسمحي لي بسال عليكي من وقت للتاني؟ زي ما تحب. والله انا احب ما بقاش ضيف تقيل على حد. لا ابدا. طيب تصبح على خير. وانت من اهله. يخرب بيت دمعتك، معلش صبر. طيب انا ناسي مين؟ ناسي مين؟ يا نهار اسود، انا كنت هنسى. معقول كل الحاجات دي ليا انا؟ كل ايه بس يا نهار؟ انا الشغل كان واخد كل وقتي، كنت جبت لك قد الحاجات دي 20 مره. ربنا يخليك ليا ويطول لي في عمرك قادر يا كريم. مش ناقصك اي حاجه؟ مش ناقصني غير رضاك عليا. قولي لي، غريب عامل معاك ايه؟ أو يكون ضايق؟ لا هو ما ضايقنيش، بس صراحة ربنا كده أنا خايفة إن اللي عمله يعني يكون هيضايقك أنت. وعمل إيه؟ وده هيضايقني في إيه؟ يعني عشان المدام والعيال. وده هيوصل لهم؟ لا والله ده برقبتي. بقى بعد كل اللي انت عملته معايا ومع غريب اخويا اتسبب لك انا في اي ضيق؟ انا كمان عايزك تفرحي يا نهار، ده حقك. انا بس لولا الاولاد. من غير ما تقول يا اخويا، ده انا اللي يمسك بحاجه اكله بسناني. الحمد لله الباب زي ما هو، ربنا ما يقطع لنا عاده. يا حبيبي منى، علي ابوك رجع بالسلامه. عبدو، الحمد لله على السلامه. الحمد لله انا بخير طول ما انت بخير. ازيك عادي؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله 100 100. ونديم عامل ايه؟ ماشي على حسب الخطه، الموضوع ان شاء الله. خطه ايه؟ يلا تفضى، ده شغل، خليكي في حالك، انت لازم تحشر نفسك في كل حاجه. منى تعالي شوف انا جايب لك ايه. تعالي. ايه يا معلم، انت لسه مخنوق ولا ايه؟ ما تفكها بقى. يعني زعل يهمك قوي؟ خلاص بقى، انت هتتقل ولا ايه؟ عشان انا جايه صالحك. ليه وانت شايفه اللي حصل ده قليل؟ يا بنتي انا عمري ما حد صغرني اصلا. ماشي يا عم كبير، خليها علينا المره دي برضو. اعمل لك ايه يعني عشان ترضى؟ اركع لك على ركبي واتوسل اليك عشان تسامحني؟ يا بنتي انت مش هتبطلي كلامك ده. شفت؟ عشان تعذرني اما اقول لك ان كلامك قديم يعني. المهم طمنيني، عملت ايه في موضوع الشغل؟ لسه بدور انا وماي. هقول لك ايه، غاويه شقه. يا عم انا كده مرتاح. هو انت حره براحتك. ايوه كده نبقى حبايب وما نشيلش من بعض. ايه بجد؟ ما تعيش قوي كده، ده تعبير مجازي، لحسن تحلم وتنزل على ما فيش. يا بنتي انت عمرك ما تعرفي تقولي كلمتين.